بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم طلاب شركة آفاق التعليمية في درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو ترتيب الأعداد. هنشوف درس ترتيب الأعداد مع بعض النهاردة، إزاي نرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر والعكس. تعالوا نشوف مع بعض كده. بدأ معايا طبعا ان من اشهر الزراعات اللي بتشتهر بها المملكه العربيه السعوديه اللي هي زراعه التمور، اجود انواع التمور في العالم. في توجد في المملكه العربيه السعوديه اكثر واجود الانواع في التمور. فبيديني مثال من واقع الحياه، بيقول لي يتزايد الاهتمام بزراعه النخيل في المملكه العربيه السعوديه، والجدول المقابل يوضح كميه انتاج احدى المزارع بالكيلوغرام لثلاثه اصناف من التمور خلال عام. أي الأصناف كان إنتاجه أكثر وأيها كان أقل؟ طيب تعال نشوف كده مع بعض الإنتاج الأكثر. هنا لما يجي نشوف هنا عندي الخلاص والثلج والسكري، دول 3 أنواع من التمور. طيب هنا 47238 42592 و45868. طيب الإنتاج الأكثر هو مين؟ طبعا هنلاحظ ان هم كلهم كام رقم؟ 5 ارقام، يبقى كلهم 5 منازل. نبدا من جهه اليسار لان هي المنزله الاكبر من جهه اليسار، عايزين نعرف الاكثر. يبقى ادي 4 4 4، اللي بعده 7 2 5، يبقى الخلاص هو الاكثر وبعده السكري. خلاص يبقى اذا هو ده الترتيب من الاكبر الى، يبقى اذا ده هو الاكبر. خلاص ده الانتاج اكثر هو مين؟ هو الخلاص. والاقل هو مين؟ هو الثلج او الثلج. طيب تعالوا نشوف كده، احنا ممكن نستخدم خط الاعداد زي ما قلنا قبل كده وشرحنا في الدرس الماضي، او من خلال القيمة المنزلية. تمام، وهو شرح هنا الترتيب على خط الاعداد. طبعا احنا قلنا كل ما نتجه الى اليمين الاعداد بتزيد، وكل ما نتجه الى اليسار الاعداد بتقل. تعالوا نشوف مع بعض هنا طبعا رتب من خلال الاعداد. تعالوا نشوف مثال من واقع الحياه، الترتيب باستعمال القيمه المنزليه. بيقول لي هنا ايه؟ انتاج النفط اليومي. طبعا المملكه السعوديه بتشتهر بانتاج النفط الدولي، يعني بتتميز بانتاج النفط. فأنا عندي الدولة وعندي عدد البراميل. المملكة العربية السعودية إنتاجها زي ما هو قايل لي كده قدامي حوالي 10,413,000، وهنا 2,000,000 الإمارات و915,000، وفنزويلا 2,613,000، الكويت 2,626,000. يبقى المملكة العربية السعودية هي أكثر إنتاجا في عدد البراميل. لو جينا نرتب من الأكبر إلى الأصغر، أهو بنكتب الأعداد بشكل رأسي تحت بعض، من جهة اليمين الآحاد، الآحاد تحت الآحاد، والعشرات والمئات وهكذا. هنلاحظ إن الأكبر هنا هوت، لأن السعودية هنا عندنا 8 منازل، الرقم من العدد مكون من 8 أرقام، هو ده أكبر عدد. بعد كده هنلاقي ان المنزله هنا متساويه، نشوف العدد اللي بعده، هنا 9 هنا 6 هنا 6، يبقى صارت ديت الاكبر. بعد كده دول متساويين، نشوف اللي بعده، صارت العدد هذا هو الاكثر، وكده يبقى يصير الترتيب الصحيح، ده الاكبر وهذا الاصغر. خلاص تعالوا نشوف مع بعض، نتاكد بقى ونبدا نحل ونظبط مع بعض. رتب الاعداد التاليه من الاكبر الى الاصغر، شوف مع بعض كده. طيب هنا طبعا أول حاجة أتأكد دول كام رقم؟ 4 4 4. نبدأ من اليسار يا شباب، نشوف هنا 3 هنا 4 هنا 3 هنا 6، يبقى أكبر عدد هو 6,543. العدد اللي بعده اللي هو الأربعة 4,356. طب هنا 3 وهنا 3، نشوف المنزلة اللي بعدها 4 و4، برضه نشوف المنزلة اللي بعدها هنا 6 وهنا 5، يبقى ده الأكبر، يبقى 3,465، والأصغر 3,456. نشوف اللي بعد كده،
ادي 4 اعداد، 1 2 3 4. نشوف هنا 6 منازل، او هنا 6 ارقام، 6 6 6. نبدأ نشوف من جهة اليسار اللي هو اعلى منزل عندي، هنا 1 اللي هي 100 الالوف، يعني 1 1 1 1 كلهم متساويين. نشوف المنزلة اللي بعدها، هنا 4، هنا 5 4 5، يبقى اذا الخمسة الاكبر، فانا عندي 3 منازل 5، 3 منازل لا منزلتين 5. اشوف اللي بعدها، هنا 9 وهنا 4، يبقى ده العدد الاول وده العدد الثاني. خلاص. طب العدد الثالث نشوف، هذه هنا اهوت 145 هنا 145، هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 9، يبقى ده العدد الثالث وده اصغر عدد هنا معايا. تعال نشوف كده مع بعض، رتب الدول الموضحة في الجدول المجاور من الأكبر مساحة إلى الأصغر مساحة. تعال نشوف مع بعض، هنا جايب لي البحرين والعراق واليمن وتركيا والأردن، عايز أرتب من الأكبر إلى الأصغر. طبعا لما نيجي نشوف الترتيب معايا هلاقي إن هنا طبعا ديت أصغرهم البحرين، تعالى فالبحرين دي أصغر شيء. تعال نشوف هنا 6 أرقام، وهنا 6 6، هنا 5، لكن دي 3 أرقام صحيحة، يبقى إذا ديت أصغر شيء البحرين، واللي قبل منها على طول الأردن. عايزين نشوف مين الأكبر بقى هنا، هنا دول 6 أرقام، يبقى 4 5 7. تركيا الأكبر، وبعد كده اليمن، وبعد كده العراق، وبعد كده الأردن، وآخر شيء خالص البحرين هي أصغر واحدة فيهم. تمام. طيب تعالوا نشوف تاني مقارنة تانية، بيقول لي تعد المملكة العربية السعودية موطن النخيل وتولي زراعته اهتماما كبيرا. احنا قلنا أجود التمور وأكثر أنواع تمور في العالم موجودة فين؟ في المملكة العربية السعودية. ف طبعا عايزين بقى نشوف زراعة التمور هنا، جايب لك تقديرات أعداد النخيل في أحد الأعوام. المدينة المنورة النخيل فيها ما شاء الله 2,983,793، القصيم 5,370,855، الرياض 5,280,922، مكة المكرمة 1,942,274. طيب عايزين نرتبها من الأصغر إلى الأكبر، خلي بالك من الأصغر إلى الإيه؟ إلى الأكبر. طيب احنا قلنا كلهم 7 أرقام. خلاص تمام. نبدأ بقى من اليسار، شوف أكبر منزل عندي هنا 2 5 5 1، أصغر حاجة أنا أبدأ من الأصغر، يبقى الصغير مكة المكرمة أول واحدة، ويليها المدينة المنورة، بعد كده القصيم والرياض. أنه الأكبر هنا 5 و5، نشوف اللي بعدها، يبقى إذا القصيم أكبر من الرياض، يبقى إذا الرياض هي الأصغر، يبقى إذا مكة المكرمة والمدينة وبعد كده الرياض، وأكبر شيء هو القصيم لأنها بتمتاز بأكثر عدد النخيل وأكثر إنتاجا للتمور وأجود أنواع التمور. كده نكون انتهينا من درس النهاردة اللي هو ترتيب الأعداد. أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، مع تحيات فريق عمل الرياضيات بشركة آفاق التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.